أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم أسئلة عن الإيمان، ويسعدنا أيضا أن يكون ضيفا الكريم في هذا الوقت معنا أيضا جناب الآب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، تكلمنا في السابق عن الناسخ والمنسوخ، وفي هذه الحلقة سنتكلم أيضا عن مواضيع أخرى نتابع فيها الناسخ والمنسوخ، لكن لدي في هذه الحلقة بعض الكلمات التي أريد أن أشاركها معكم، هي تنبع من القلب، وعلى قلبي أن أشارككم وأتحدث معكم في هذا الوقت حديث القلب للقلب والنفس للنفس والروح للروح. سمعت أن المسلم من سلم الناس يده ولسانه، لكن يؤمن أن المسلم الحقيقي هو الذي سلم حياته وقلبه ونفسه أيضا إلى الله تعالى ليحيا في طاعته ورضاه. كلمات تنبع من القلب وتتكلم عن حالي وعن حال الكثيرين. كما عاد الابن الضال إلى أبيه وبعد سنين طويلة من الضياع والضلال والتيه، يعود إسماعيل إلى حضن أبيه إبراهيم لأنه الذي كتب عنه، لأنه آمن حسب له برا. في هذه الأيام يعود إسماعيل لحضن المسيح الموجود قبل أبيه إبراهيم، بل قبل تأسيس العالم. نعم إلهي ومخلصي، أتيت لتبشر المساكين، لتعصب منكسري القلوب، لتنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لتعزي النائحين، لتعطيهم جمالا عوضا عن الرماد وفرحا عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. أتيت لتبني الخربة القديمة، لتجدد المدن الحزينة الخربة، لتبشر بالحرية وبالسلام بالشفاء والحب. قد أتيت يا إلهي ومخلصي للجميع، وها أنا من أبناء إسماعيل، عشنا سنين نجهلك لا نعرفك، وفي كثير من الأوقات كنا ننكرك ونحاربك بل نعاديك، ولكن محبتك التي تفوق كل عقل وكل خيال وعداء وجدتنا وهديتنا ورحمتنا وقدستنا. محبتك مخلصي أعدتنا إليك، كالضال إلى حضن أبيه، كغريق إلى سفينة الخلاص وفلك النجاة. شكرا لله لأجل أبطال الإيمان الذين وضعوا أيديهم على المحراث ولم ينظروا إلى الوراء، وأحدهم الأب الفاضل الأب زكريا. أهلا ومرحبا. وصلتنا أسئلة جديدة أيضا عن هل لديك بعض المراجع التي تثبت ما تكلمنا عنه في الحلقات السابقة؟ بالتأكيد المراجع كثيرة، بس ما قدرتش أجيب معايا في الاستوديو كل المراجع، لكن أكتفي بأن أنا أوري المشاهد الكريم بعض تلك الكتب ليرجع إليها ويدرسها. هذا كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تأليف هبة الله بن سلامة ابن نصر ابن علي البغدادي، المتوفي سنة 410 هجرية. نعم. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تأليف أبو جعفر النحاس، المتوفي سنة 338 هجرية. وهذه دائرة المعارف الإسلامية، مراجعة ويصدرها بالعربية أحمد الشناوي، إبراهيم زكي خرشد، عبد الحميد يونس، عبارة عن حوالي 30 مجلد بهذا الشكل. نعم. ملخصين في ده الموجز بتاع الدائرة دي عشان يبقى سهل في ايدين الناس. ده حوالي 33 مجلد صغير.
مركز الشرق للإبداع الفكري، واللي كاتب المقدمة بتاعته شيخ جامع الأزهر. كاتبين على نسخ المنسوخي. هذا عبارة عن ملخص هذه المراجع. أيوة. نعم. وفي هذه أيضا المرجع الكبير الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق قربال وبأمر من أيام جمال عبد الناصر في مصر، كاتب برضو في حرف النون عن الناسخ والمنسوخ. نعم. فهذه كلها كتب ومراجع، بس هناك أكثر بكثير كتبت في هذا الموضوع. نعم. أتمنى من المشاهد أن هو يعود إلى أي مكتبة ويسأل، كذلك في على الإنترنت. نعم. لو الإنسان حتى شاف المواقع الإسلامية وهي كثيرة جدا، وحط في السيرش النسخ أو الناسخ والمنسخ. أتذكر لنا بعض المواقع؟ بالتأكيد. تفضل. تأكيد في مواقع كثير من المواقع الإسلامية، في موقع الأزهر www.alazhar.com. نعم. وفي الوراق. نعم. .com. وفي المكتبة الإسلامية أو العربية. نعم. وفي مواقع كتير الحقيقة يعني. نعم. على الإنترنت يعني بكثرة بوفرة. المشاهد يستطيع أن يتحقق من هذه الأمور ويرجع لها في مواقع منها الأزهر.com والوراق. الوراق أيضا. ليه بقى؟ لأن الأمور دي أمور حيوية وجوهرية. نعم. ولازم الإنسان المفكر يتتبع هذه الأمور عشان خاطر يعرف خلاص نفسه فين. نعم. لأن النفس غالية وثمينة. إنسان مش الدنيا حتمر، لكن الأبدية الباقية للإنسان حيعرف حيروح فين. نعم. فلازم يعرف السكة. نعم. هل يمكن أن تذكر المشاهدين عن بعض علماء النسخ الذين صنفوا في هذا الموضوع؟ وهل هم أقل أم كثيرين؟ هو الحقيقة في كل كتب النسخ لازم اللي بتتعرض للنسخ والمنسوخ بتتعرض للمصنفين أيضا. نعم. زي أبو جعفر النحاس في كتاب النسخ والمنسوخ في صفحة 17 إلى صفحة 28. نعم. ذاكر المصنفين في النسخ ومدي على كل واحد هنت جزء. فبيقول ابن قتادة السدسي هو واخدهم بترتيب الزمن اللي عاشوا فيه. نعم. ده توفى سنة 118 هجري. يعني كان قريب جدا في القرن الثاني، في بداية القرن الثاني الهجري. فكتب عن هذا الأمر. ابن شهاب الزهري توفى برضه في بداية القرن الثاني سنة 124 هجري. في عطاء ابن مسلم الخرساني توفى برضه سنة 135. نعم. كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. ابن الكلبي توفى سنة 146 له كتاب بنفس العنوان. مقاتل ابن سليمان توفى سنة 150. الحسين ابن واقد توفى سنة 159. عبد الرحمن ابن زيد توفى سنة 182. أبو نصر البصري 204 ابتدى يخش في القرن الثالث. ابن حجاج الأعور، أبو عبيد القاسم ابن سلام، جعفر ابن مبشر ابن أحمد الثقفي، أبو الحارث المروزي الإمام أحمد ابن حنبل توفى سنة 241. السجستاني سليمان الأشعث السجستاني توفى سنة 275. ابن الحربي، ابن ماعز البصري، ابن الحلاج، أبو داود السجستاني، أبو عبد الله الزبيري، الإمام ابن حزم ده من أشهر الكتاب المسلمين. نعم. أبو بكر الشيباني الجعد، ابن الإنباري، ابن المنادي، ابن النحاس البردعي البلوطي، ابن محمد النيسابوري، المرزباني السرافي، ابن سلامة، عبد القاهر البغدادي، مكي ابن أبي طالب، ابن هلال، ابن عبد الله الأشبيلي الحازمي، ابن الجوزي ده شخصية مهمة قوي، هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي الحسن الفقيه الحنبلي،
ابن الحصار الجعبري الكرمي الأجهوري، كل دولة أسماء. يعني هنا ذاكر 42 واحد تعرضوا للنسخ والمنسوخ، مما يدل على أن القضية ليست هينة. نعم. وبدية من القرون الأولى. يعني من القرن الثاني الهجري أول واحد كتب كتاب. نعم. عن النسخ والمنسوخ. فقضية مهمة أن الإنسان يبحثها ويدرسها، إذن لو كان هو الإنسان مخلص مع نفسه. نعم. وعايز يعرف الحق. نعم، هناك 42 عالم إسلامي تطرقوا إلى موضوع الناسخ والمنسوخ. تأكيد. نعم. ده حسب ما ذكر أبو جعفر النحاس لحد هذا الزمن يعني. نعم. لكن بعد كده مع الزمن ده لحد سنة، يعني أقول لك آخر واحد ذكر سنة صفحة 27 هنا، آخر واحد توفى سنة كام علشان خاطر يبقى معروف ما بعديه. آخر واحد ذكره هنا الأجهوري، وده توفى سنة 1190 هجري. احنا في سنة كام؟ 1400 وحاجة. فيعني مع الزمن الناس بتكتب، لأن ده موضوع جوهري. نعم. لازم يتحسن ويتعرف. نعم. أذكر وأنا صغير كلما أردت أن أسأل أستاذ الدين سؤال عن الدين كان يقول لي حرام. فالسؤال الذي يدور في خاطري وخاطر المشاهدين الكثيرين، هل من حق أي إنسان أن يناقش بصراحة كتب الأديان؟ من يعطي هذا الحق كما أنت تتكلم الآن في هذه المواضيع؟ ده سؤال جوهري الحقيقة. الناس بتخاف. نعم. أنها تسأل في الدين، ومش بس بتخاف، لا، وأحيانا الأسئلة ما بيبقى لهاش إجابة جاهزة في عقلية من يسأل. نعم. وعلشان كده بيقول له ما تسألش، الدين لا يسأل فيه، حرام. حرام، استغفر الله العظيم. ويقبل هكذا. نعم. وانا اذكر برضو آية قرآنية بتقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسيئكم. اسألش. يعني لو عرفتوا السبب وعرفتوا الكلام هتستاء وهتبقى تعب، فالافضل انكم ما تسالوش. ما تسال. وصارت مثلا الانسان ما بيسالش، مريح مخه. وفاكر برضو في ايه قرانيه بتقول الاعراب اشد نفاقا واجدر ألا يعرفوا الأحداث، يعني الحاجات اللي بتحصل دي. فأقدر ألا يعرفوا، ففي فهم لبعض آيات القرآن. نعم. إنه ما حدش يسأل. واللي يسأل رح يتعب، فالناس مريحة نفسها. بقت اللي يتقال تعمله، واللي ما تفهموش بتسيبه بتريح نفسها. لكن أنا عجبني جدا مقال قريته في جريدة الأهرام بتاريخ 28 من صفر 1423 الموافق 11/5 سنة 2002 في العدد 42159 في باب صندوق الدنيا اللي بيشرف عليه الكاتب المشهور أحمد بهجت تحت عنوان اقتراح وجيه. بيقول ان ده رسالة من المستشار دكتور جمال الدين محمود الامين العام السابق للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، يعني اللي بعت الجواب ده. نعم. الرسالة. ونائب رئيس محكمة النقد الاسبق. راجل لوزنه. تقول الرسالة بالحرف الواحد الاستاذ الاخ احمد بهجت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقده الأزهر الشريف تحت عنوان هذا هو الإسلام في الفترة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2002، يقول تحرك الشيخ عبد المعز عبد الستار وهو من الدعاة الذين يملكون الخبرة والتجربة وأدلى بكلمة قيمة أمام المؤتمر.
وعرض الشيخ اقتراحه. وما هو هذا الاقتراح؟ غريب الشام جميل. بأن تحاكم، كلمة كبيرة. أنا نفسي مش قادر أستصغها، لكن الداعية الكبير قالها، أن تحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم فيما تضمنته من أحكام وتوجيهات للمؤمنين بها في موضوعات معينة تطرح الآن على الساحة العالمية، ومنها العنف والإرهاب والاستبداد السياسي وحقوق الإنسان ووضع المرأة وقيم الحرية والعدل والتسامح وقبول الآخرين ومعاملة المخالف في العقيدة وغير ذلك من الموضوعات. وهذا الاقتراح أفضل كثيرا من حوار الأديان أو حوار الحضارات. دي الرسالة اللي وصلت لمين؟ للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد باجد. نعم. بعتها له المستشار دكتور جمال الدين محمود عن تصريح في مجمع البحوث لفضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار. الحقيقة الكلام ده يعني بيفتح أمام الناس باب على الأقل التساؤل. نعم. يعني مش المحاكمة، يعني ما حدش بيرقى إلى مستوى أنه هو يحاكم كتب، لكن على الأقل يسأل. أكيد. ومن حقه أن يجاب. نعم. نحن نرحب بهذه الدعوة. ومن هذا المنطلق نستعرض هذه النصوص من كتب الأديان بما فيها نصوص القرآن كما ذكر فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار، ونحاول فهمها على ضوء تفسير كبار علماء الإسلام، لأن مش من حق واحد زيي إن هو يفسر ويفتي في أمور الدين الإسلامي، لأن أنا مش عالم من علمائه، لكن بنجيب الكتب اللي فسرت وأفتت. وكتب السنة والحديث النبوي والواقع. الواقع أن دعوة الشيخ عبد المعز دعوة جريئة جدا، ونحن لا نستطيع أن نحاكم نصوص القرآن الكريم كما قلت، ولكننا مجرد نتساءل ونطرح استفسارات حول بعض هذه النصوص، لعلنا نجد من يشرحها لنا بمنطق سليم تقبله العقول الواعية. من هنا يعني وجدت لنفسي مبرر. نعم. ان انا اناقش اذا كان الراجل بيقول نحاكم وتداعي من داعية من الدعاء. فانت لا تأتي بشيء من نفسك انت شخصيا، بل انت تنقل ما قرأت. ما قرأت. نعم. ليه؟ لان الواقع ان المفروض ان تابع اي دين يدرس كل الاديان عشان يختار الطريق السليم اللي يتحمل مسؤولية اختياره. ما هو ربنا خلقنا عقلاء. نعم. وفي نص كتابي يقول كده: قد جعلت أمامك الحياة والموت، البركة واللعنة، الخير والشر، فاختر الحياة لكي تحيا. اختر. يعني الله بيحط قدام الإنسان اختيار، اختيارات. نعم. وعلى الإنسان إن هو يدرس ويفهم ويختار ويقرر، لأن قراره ده هيبقى عليه المسؤولية. نعم. لكن كل إنسان لا يقرأ مجمع ولا يفهم ولا يسأل ولا يهتم، كما زي النعامة اللي حطت راسها في الرمل، الخطر دائم وهي مريحة نفسها لحد ما يباغتها الخطر. طب معنى كلامك انه الحرام هو ان لا نقرأ وان نفتش الكتب. ده مش بس حرام، ده خطورة. نعم. لان خطورتها يا عزيزي الفاضل وكل المشاهدين ايضا، خطورتها ان الانسان هيعمل ايه؟ مستقبل حياته ايه؟ ده الطالب من دول بيبتدي يفكر في مستقبله، يقول لك هتخش كلية ايه؟ يقول لك كلية ايه؟ تحب تخش كلية الاداب؟ يقول لك هطلع اعمل ايه؟ طب تحب تخش كلية حقوق؟ يا عم الدنيا مليانة محامين.
طب تخش كلية ايه؟ مش لحد ما يقول لك هو انا عايز اخش كلية كذا. فالله اعطانا حرية التفكير وان نستخدم العقل الذي باركنا فيه. وهناك مسؤولية على الاختيار. نعم. يعني حساب الانسان الله هيحاسبه، مش يقول له انت بتعمل صالح ولا عملتش صالح. لا، يقول له انت اخترت الطريق الصح ولا لا اولا. نعم. والكتاب عندنا يقول ايه؟ توجد طريق تظهر للانسان انها مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. ويفاجأ الانسان انه كان ماشي غلط. ما معنى هذا الكلام؟ تستطيع ان تفسر لنا اكثر، اشرح لنا اكثر؟ يعني بصراحة كده الميزة التي اعطاها الله للانسان وهي العقل لابد ان يستثمرها. يعني مديها له علشان خاطر يشتغل، مش عشان ياكل ويشرب بيها، لا، عشان يفكر في مصيره الابدي اولا. نعم. مصيره الابدي يعني قدامه. هذا الدين يقول له الطريق سليم، وذاك الدين يقول له الطريق سليم، وطريق ودين ثالث يقول له الطريق ده سليم. طب هو يفكر انه الاسلم بالنسبه له. ايه الامتيازات هنا؟ الامتيازات هنا؟ الامتيازات هنا؟ نعم. واخد بحضرتك؟ بعدين حاجه مهمه قوي، يعني يبحث عن خلاص نفسه في كل هذه الأديان. لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يدور فين الطريق اللي حيوصله للخلاص. نعم. للحياة الأبدية. وزي ما بيقول الكتاب بمنتهى الصراحة والوضوح، والوضوح، أنا هنا في باب مقارنة الأديان. نعم. مش باب تبشير. نعم. مقارنة أديان. الكتاب بيقول ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ما موقفي أنا كإنسان تابع دين وعايز أوصل لربنا، موقفي أنا إيه من وسيلة الله للخلاص؟ إذا ماذا ينبغي أن أفعل لأخلص؟ ما هو ده السؤال المهم جدا. نعم. ماذا أفعل لكي أخلص؟ المهم أن الإنسان أولا يحاول يفهم. نعم. أولا يحاول يفهم، لأن لما يجي ياخد قرار بدون فهم وبدون وعي ولأنه بيقولوا له اعمل كده، ما حدش بيشغل التاني بالريموت كنترول. نعم. فلازم هو يفهم أولا من هو الطريق السليم المؤدي للحياة الأبدية، يناقشه مع نفسه في كتب، يناقشه مع آخرين، مع الناس اللي بيثق فيهم، يدور على خلاص نفسه. ده موضوع مش سهل. الإنسان لما يجي يخش كلية بيسأل الدنيا كلها. والإنسان أن أحد الشيوخ يقول إلى أين أنا أنتهي في نهاية العمر بعد الموت؟ فالجواب الله يعلم. فماذا تقول لهذا؟ الله يعلم أعطى علمه للبشر. نعم. وإلا فايدة الكتب إيه اللي هو بيديها لنا؟ كيف يكون هذا؟ يعني اقرأ الكتاب. نعم. يقول لك المسيحي وكذا، فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. يعني لو إحنا مثلا ببساطة، لو الأخ المشاهد، لو واحد مسلم من المشاهدين يقرأ الكتاب بتاع القرآن ويشوف الكلام اللي قاله القرآن عن شخص المسيح، لو فيه بني آدم في الوجود نال هذه الأوصاف يقول لي هو مين. إذن بحسب سمو المسيح في حياته الشخصية، في تعاليمه السامية، في معجزاته وأفعاله، في أهدافه التي أتى من أجلها ليحققها، يبقى لازم أقول له بعد ما أدرس، بعد ما أسأل، لازم أطلب من ربنا نفسه. أقول له يا رب أنا تايه، أنا حيران، أنا مش عارف الطريق فين، اكشف لي، نور لي، اهديني، اهديني إلى طريق سليم. ولا بد أن الله يجيب للإنسان، لأن بيقول اسأله تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فبس الإنسان يسأل، وبعد ما يسأل يطلب، ولما يطلب ويعلن له ربنا لازم يقبل ويآمن. إذن على كل إنسان أن يقرأ الكتب وأن يفتش في الكتب كيما يتعرف إلى شخص الله الحقيقي وأن يضمن حياته الأبدية، يعرف إلى أين يسير. نعم. لأن رحمة ربنا بتأمن الإنسان
بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. بس المهم أن الإنسان ما يتمسكش بحاجات ما هو مش مطمئن إلى أنها سليمة. نعم. يعني عنده إيمان زي إيمان العجائز بحاجة، ألا طب أنت شعرفك أن دي سليمة ولا مش سليمة؟ نعم. طب ما تبحث، يقولك لا ما هم قالوا لنا كده، قالوا لنا ده إيه؟ لازم تدرس وتشوف وتسأل وتطلب من ربنا فيعلن لك فتقبل هذا الإعلان. نعم. من ربنا. إذن ليس حرام أن نناقش كتب الأديان، وليس من الحرام أن نسأل الله تعالى عن مشيئته لي كإنسان، عن علاقة الشخصية به وعن مصيري الأبدي في الحياة الأبدية ما بعد الموت. ده أساس. نعم. ده أساس. وكان زمان كنت تلاحظ أن لما حد يجي يسأل أي سؤال كان يقولوا أنت زنديق وكافر. النهاردة الحدة دي اتكسرت، يعني ما فيش كلمة زنديق وكافر، لكن فيه يقولك إيه ما تسألش. مش عارف كان فيه تمثيلية، أنا أصلي ما بشوفش التمثيلات ما عنديش وقت بصراحة، لكن سمعت واحد كانوا بيكلفوه إن هو يعمل عملية إرهابية. فبيقول له هتعمل كده، بيقول له ليه؟ بيقول له ما تسألش يا علي، ولا ما أنا عارف إيه، ما تسألش علي. ما تسألش إزاي؟ ده راجل راح ينتحر، راح يموت، راح يفجر نفسه، ما يسألش هو بيعمل إيه؟ لا ما تسألش، هو كده. لا تسأل. مش ممكن ده يوصل إلى طريق خلاص. شكرا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، لقد أدركنا الوقت مرة أخرى، ولكني أترككم أترك معكم آية إذ تقول تطلبوني فتجدونني إذ تطلبوني بكل قلبكم يقول الرب. شكرا لكم أن سمحتم لنا أن نزوركم في بيوتكم وأن نلتقي بكم في هذه الحلقة، ولنا لقاء آخر في الحلقة القادمة سنتكلم عن مفهوم الوحي في المسيحية وأيضا في الديانات الأخرى. شكرا وإلى اللقاء.